بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون لقد حضرتم مراسم تنصيبي الرئيس الأول على محكمة السنف التجاري بمراكش، وتعلمون مدى الأهمية التي يوليها مولانا المنصور بالله للقضاء التجاري كرافعة تساهم في التنمية وفي جلب الاستثمار، وذلك تنفيذا لما جاء في النموذج التنموي الموحد الذي خصص حيزا مهما للقضاء التجاري، وبعده جاء المخطط الاستراتيجي للسلطة القضائية الذي أعطى أولوية للقضاء التجاري. ونتمنى من الله العلي القدير أن نوفق في أداء هذه المهمة الشاقة.